وان قلنا ان الاعتماد على الوثاق المخبرية فقط هذا غير تام وذلك لأن كثير من الرواة مجاهيل في الكتب الرجالية يعني لم يذكروا بتوثيق أو تضعيف لذلك هناك طرق متعدده لتوثيق الروايه وكتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه الله عليه مما فيه تلك الطرق وقد اشرنا الى بعض تلك الطرق هو صرح رحمه الله في مقدمه الكتاب بان هذا الكتاب كتاب معتبر ولذلك اسقطت اسانيد الروايات حتى لا يطول التاليف ويضخم الكتاب وانما اقتصر على الروايات وهذه روايات معتبره هكذا يراها يقول انه لوجود الاجماع عليه يعني على ما ذكرته الاجماع من العلماء على هذه المطالب او موافقته لما دلت العقول إليه وسبق وأن قلنا أن الموافقة مع الدليل العقلي القطعي هو هذا يكفي في حجية المضمون والدلالة ويقول الطبرسي أيضا أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف إن يعني هذه التي ذكرتها هذه الروايات هي روايات مشتهرة بين المخالفين والموافقين اذا الشهره الاجماع الموافقه للدليل القطعي هذه كلها توجب ماذا توجب الاعتبار ولا نحتاج الى سلسله السنده بعد ذلك لذلك ترون ان كثير من العلماء اعتمدوا على كتاب الاحتجاج اعتمدوا مثلا العلامه المجلسي قال انه من الكتب المعروفه هذا الكتاب الاحتجاج كتب معروفة يعني كأنما عندنا نحن الخاصة وجعل هذا الكتاب من مصادر بحار الأنوار السيد ابن طاووس اعتمد على هذا الكتاب بل شوق ابنه أن يستفيد من هذا الكتاب ويتعلم طرق الاحتجاج هو فقط اعتمد وإنما شوق هذا أيضا مما يدل على ذلك الحر العاملي رحمه الله اعتمد على كتاب الاحتجاج الأغا الطهراني يقول في الذريعة فهو من الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها العلماء الأعلام كالعلامة المجلسي والحر والمحدث الحر وأضرابهما نعم للطبرسي في هذا الكتاب سند واحد بالنسبة إلى ما وصل إليه عن تفسير الإمام الحسن العسكري يعني هو يقول بما أن هذا التفسير ليس في الاشتهار كباقي الروايات التي ذكرتها فأذكر سلسلة السند يجيب سلسلة السند إلى تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه طبعا ابن الغضائري هو من الرجاليين المعروفين كان في زمن النجاشي هما والنجاشي زميلان في الدراسة ابن الغضائري عموما مضعف كثير من الرواة لأبسط الشبهات بعض الأحيان فكثير من العلماء لا يعتمدون على تضعيف ابن الغضائري. يقولون بان ابن الغضائري كانما كان كلش متشدد. كان عنده نوع من الافراط والصعوبه في توثيق الافراد. لذلك هذا منهجه منهج لا يعتمد على تضعيفاته. غير انه اكفت شبهه في ابن غضائري انه الاب او الابن، بس هذا بعد بحثه في كتب الرجال. ابن غضائري مشدد. ومضعف تفسير الامام الحسن العسكري حسب الرواة سلسله الرواة الموجودين الا انه وكذلك العلامه الحلي والمشهور عموما ما قابلين التفسير كسلسله معتبره من السند وانما فيها بعض المجاهيل غير انه هو ابن الغضائري مضعف فقط الا انه العلامه المجلسي الاول يأتي ويقول بأنه هذا الكتاب هذا التضعيف تضعيف غير صحيح ويبين الأفراد واحدا واحدا سأنا مو في مجال التفصيل فعلا ويصحح الكتاب ويصحح السند الواصل إلى هذا الكتاب الشريف تفسير الإمام الحسن العسكري لذلك عموما احنا ما عندنا إشكال في روايات كتاب الاحتجاج وإنما هذه الروايات روايات نراها معتضدة بالأدلة القطعية أو المعتبرة وهذا يكفي في الاعتبار بالنسبة إلى الكتاب إذا كتاب معتبر وإن كان ظاهره الإرسال أو ما فيه الإسناد فهو إسناد ضعيف على بعض المباني إلا على المباني الأخرى الإسناد إسناد معتبر لا غبار عليه طيب المجلسي الأول رحمه الله يقول ابن الغضائري نضعف المفسر الأسرابادي كما في معجم رجال الحديث اذا واحد يريد يراجع يقول ما ذكره الغضائري باطل من؟ المجلسي الاب ما ذكره الغضائري باطل وتوهم ان مثل هذا التفسير لا يليق ان ينسب الى المعصوم يعني كأنما هذا تفسير ضعيف كيف احنا ننسبه للمعصوم؟ هذا شبهه ابن الغضائري ومن كان هذا جواب العلامه المجلسي الاب يقول ومن كان مرتبطا بكلامهم عليهم السلام يعلم انه كلامهم عليهم افضل الصلاه وازكى السلام اللي خبير في الروايات يشوف هذه الروايات روايات التفسير السلام عليكم تفضل 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 الخبير في الروايات يرى ان روايات التفسير روايات مرتبطه بالامام لحن الروايه انها منقوله عن الامام انها صادره على الامام وهذا النقل نقل معتبر بعدين المجلس الاول رحمه الله يقول يقول كما ان الشهيد اعتمد على التفسير ونقل اخبار الشهيد رضوان الله عليه هذا لا غبار في فقاهته لا غبار في علمه في فضله في فهمه للدرايه والرجال اذا واحد يريد يعدد اعلم علماء الشيعه في عصر الغيبه الكبرى اذا هم سته احدهم الشهيد. اذا يعني مو شخص اهل خبره فقط وانما اهل خبره بدرجات عاليه من الخبرويه يعتمد على هذا التفسير ونقل اخبارا كثيره عنه في كتبه هذا مضافا الى ان الصدوق اللي هو تلميذ المفسر الاسرابادي يعتمد على شيخه. اذا كثير من التشكيكات الموجوده هذه تشكيكات لا توصلنا الى اي محصل خب طيب طبعا المجلسي الثاني رحمه الله في البحار قال تفسير الامام من الكتب المعروفه واعتمد عليه الصدوق واخذ منه وان طعن فيه بعض المحدثين لكن الصدوق اعرفه واقرب عهدا. البعيد قد يرى القريب لا يرى اذا معاصرين للشخص ترون عيوبه ترون محاسنه فان مدحتوه واحد جاي ورا 100 سنه يريد يذمه هم من الاولى؟ طبعا المعاصر الذي اخذه راه ارتبط به مو ذاك البعيد اللي يمكن اخبار انه هو سمع اخبار مختلفه اللي وصل الى هذه القناعه بتضعيف الشعر فالعلام المجلسي رحمه الله في البحار يقول أنه الصدوق اللي أعرف وأقرب عهدا هذا اعتمد عليه وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه زين في رجال المامقاني يقول أن الطبرسي موضوع اعتماد الشهيد في شرح الإرشاد كثيرا ينقل فتواه وأقواله إذن هذا بالنسبه الى اعتبار الكتاب. السؤال الثاني انه المؤلف مختلف فيه فهل هذا، المؤلف هذا الكتاب، فهل هذا يوجب ضعفا في الكتاب ام لا؟ المؤلف كما مذكور هنا ابي منصور المؤلف ابو منصور احمد بن علي ابن ابي طالب الطبرسي. هذا مؤلف هذا الكتاب أحمد ابن علي ابن أبي طالب الطبرسي هذا ما ذكره إلا أن تلميذة تلميذ الطبرسي ابن شهراشوب قال بأن اسمه أحمد ابن أبي طالب مو أحمد ابن علي ابن أبي طالب يعني كأنما هل هناك أحمد ابن علي وهناك أحمد ابن أبي طالب العلامة المجلسي هم تبعش ابن شهراشوب وابن شهراشوب كان تلميذة المباشر للطبرسي فهؤلاء كتبوا أحمد ابن أبو أبي طالب مو أحمد ابن علي ابن أبي طالب فهما شخصان أم شخص واحد والموثق مثلا في الكتب هو أحمد ابن علي مو أحمد ابن أبي طالب أحمد ابن أبي طالب يمكن يكون مجهول مع أنه بعض الاعلام طبعا ابو منصور لقب ابو منصور الكنيه الجواب انه بعض الاحيان للاختصار واحد لا يذكر اسم الاب الامام الجواد يسمى بابن الرضا عليهما افضل الصلاه والسلام الامام الهادي ايضا يسمى بابن الرضا الامام العسكري يسمى بابن الرضا لماذا؟ لان الامام الرضا كانت له ولايه العهد شيء ظاهري كان عند الناس فاشتهر أمره وذاع صيته فينسب ابنه وحفيدة وابن حفيدة إليه لأنه اشتهر هكذا فيمكن وكثير من الأحيان هذا الشاعر المعروف ابن الحجاج هذا كم يختلف عن الحجاج الشاعر ابن الحجاج هذا من الموالين ممن له اشعار جيده في مدح اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. فاذا يمكن هنا ابو طالب كان شخصيه مشهوره فيقول احمد بن ابي طالب ينسب الى جده. فاذا هذا لا اشكال في ان احمد بن علي او احمد ابن ابي طالب شخص واحد للاختصار هكذا ذكر الا ان الاشكال ان المحدث الاسترابادي اللي كان في القرن العاشر وفاته. وأيضا ابن أبي جمهور الأحسائي نسبوا هذا الكتاب إلى أبي علي الطبرسي صاحب كتاب التفسير. تفسير الطبرسي لأبي علي والاحتجاج لأبي منصور. فإذا هو لمن هذا الكتاب؟ لصاحب التفسير ام لشخص اخر؟ مجموعه من العلماء تصدوا للجواب وقالوا هذا خلط حصل لهم صاحب التفسير مع صاحب الاحتجاج في زمان واحد فلذلك حصل الخلط العلامه المجلسي في البحار يقول السند اللي عنده ابو منصور الطبرسي الى تفسير الامام الحسن العسكري لانه هذا السند الوحيد اللي يذكره لم يعهد عن ابي علي الطبرسي صاحب التفسير. فاذا كانما هذا خلط حصل لابن ابي جمهور والمحدث الاسترابادي، اذا لا اشكال في مؤلفة هذا الكتاب ايضا وهذا لا باس يعني لا يعني هذا الخلط الذي حصل صححه العلماء المتأخر طبعا الطبرسي حسب ما مذكور انه منسوب الى طبرستان هسه كالتفاته طبرستان يعني ناحيه الفأس الفاس طبر بالفارسي فأس في مازندران شمال ايران لكثره الاشجار وكذا كانما العبور من بعض الاماكن كان لا يمكن الا بالفأس يعني كانما واحد يفتح الطريق للجيش او لغير الجيش البعض هم قالوا هذه قريه تابعه لقوم مدينه قوم المقدسه فلذلك نسبوا الى هذه المنطقه طيب هذه الامر السؤال الثاني هناك سؤال ثالث واخير من قبل البدء بالكتاب ان شاء الله اكو هناك ضوابط للجدل وللمجادل أم لا ضوابط نقول قطعا هناك ضوابط مو أي واحد يدخل في ميدان الجدل إذا ليكون مليء بالعلم بفن المجادلة يمكن واحد جيد عند علم لا بأس به ولكن بيانه ضعيف هذا لو يدخل في ميدان المجادلة شنو يصير يفحم ما يسمح أن يثبت أمره لأنه في الجدل فن أيضا عندما تجادل أهل الكتاب ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن عندما تجادل المعاند إذا ذاك المعاند حجته باطلة ولكن لسانه قوي قطعا يغلبك فإذا الجدال فن وعلم إذا واحد ما عنده علم يجادل من غير علم هذا يجادل إما بالباطل أو المستمع يعرف أنه هذا يجادل بغير حق لذلك من المهم الله عز وجل أيضا يقول وجادلهم بالتي هي أحسن الجدال ما إلى موضوعية الجدال إلى طريقية يعني طريق لإيصال الحق طريق لإفحام الخصم الذي هو على باطل فإذا هو حق يعني هو فن و وإلى طريقية فما دام إلى طريقية واحد لازم يعرف حتى يوصل الطريق يعني شو؟ يعني يوصلك إلى المقصود لذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام كانوا ينهون بعض الأصحاب عن الجدال يدري هذا ما يجي ما يطلع منه شرخ على تعبيرنا يتورط أما وكانوا يشوقون البعض الآخر كان هشام بن الحكم هذا الشاب حقيقة واحد ده يطالع حياته يشوف كان شيء غريب الامام الصادق عليهم افضل الصلاه وازكى السلام يقول هذا نصرنا بقلبه ولسانه ويده او ناصرنا هكذا شاب شاب وغير مناهج مختلفه يعني كانما شاب حديث بس كان ذكي ذهب الى مذاهب منحرفه بعدين عن قناعه اتى الى المذهب الصحيح مذهب الامام الصادق مذهب الجعفري بعد فتره حقيقه يعني اذا واحد يقدر يطالع شويه في حياه هشام بن الحكم ليتخذه اسوه هذا جيد، هذا كان رجل غريب، الامام الصادق دعاه ان لا يفحم في جدال ايضا اصلا. الامام في مجلس قضايا متعدده عنده هشام، في مجلس كان قاعد، دخل هشام والحضور مجموعه من الكبار من كبار المتكلمين، مؤمن الطاق موجود هشام بن سالم موجود، افراد اخرون الامام يقول انقل مناظراتك مع فلان فهو يخجل يقول لولا امرك أنا ما اتجرأ شاب حدث السن نابته لحيته الامام بافتخار كانما يقول انقل لهذول الحضور اللي هم اهل كلام اهل فن هكذا في مجلس اخر شخص يدخل على الامام مجموعه قاعدين يريد يسال بعض الحضور يريد يصدر الجواب الامام يقول له انت لا انتظر ينتظر ينتظر الى ان يدخل هشام بن الحكم بعدين يقول باحث هذا يقول هذا الطفل او الشاب يعني الحدث اباحث الامام يقول هذا اذا غلبته فقد غلبتني ليش؟ لانه كان يعرف فن المجادله مطبوعه بعض الكتب في بيان فن المجادله عمليا هسه مو فكريا هسه في المنطق يمكن فكريا مذكوره الضوابط الكليه اما عمليا في ميدان العمل جلس اذا واحد يتمكن انه في بعض الاحيان، طبعا هو هذا الكتاب، كلها روايات تدلنا على طريق المناظره الصحيحه، طرق المناظره الصحيحه. يمكن قد الانسان يكتفي بهذا الكتاب او يتوسع اكثر. في تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد رضوان الله عليه عن الامام الصادق، الامام يشوق يقول: حاج الناس بلساني. يعني لما تريد تحاججهم عن طريقي عن رواياتي بلساني فان حاجوكم فانا المحجوج يعني لا تخافون روحوا بس بشرط ان تعرفونها مو انه اذا واحد ما يعرف يدخل خصوصا الان على الفضائيات تشوفه يروح او يمكن بابسط الشبهات ما يقدر يجاوب اما ان يتراجع عن عقيده ثابته او يتغالط ولو هذه المغالطه تكون ظاهره للناس في روايه اخرى عن الصادق عليه السلام والسلام عن ابيه عليه الصلاة والصلاه والسلام الامام الباقر من اعاننا بلسانه على عدونا انطقه الله بحجته يوم موقفه بين يديه عز وجل. زين يعني هذه ايضا نقطه. النقطه الاخرى الاحتجاج هذا الكتاب شنو الاحتجاج؟ مصدره اي الابواب؟ ها؟ مصدر بابل الافتعال، شنو معاني هذه الهيئه؟ الافتعال ثلاثي مزيد شنو معاني هيئه الافتعال؟ طلب الحجة يعني يطلب من الآخر الحجة يقولون في معاني الاحتجاج في شرح النظام راجعوا أربع معاني لل... لباب الإفتعال نشوف إذا كل هاي المعاني تنطبق على بحث الاحتجاج أم بعض هذه المعاني أربع معاني يذكر في شرح النظام والكتب الصرفية الأخرى شرح الشافية للتفاعل الاحتجاج تفاعل يعني بين طرفين فلان يدلي بحجته وأنت تدلي بحجتك بهذه الطريقه الطرفان يقيمان الحجه مثل اختصموا يعني تخاصموا احتجوا يعني تحاجوا هذا المعنى يجري في بحث الاحتجاج يعني يكون هذا الافتعال باب التفاعل نفس معنى التفاعل المعنى الثاني الاتخاذ اشتوى يعني اتخذه لنفسه شواء احتج يعني اتخذ لنفسه حجة هذا المعنى أيضا ينطبق المعنى الثالث يذكرون للتصرف شنو معنى المعاناة في تأثير الشيء والمبالغة والاحتيال في تحصيله تكسب تكسب يعني شنو يعني بصعوبة النتيجه الكسب مو قضيه سهله، اذا كانت قضيه سهله الكل كانوا اصحاب كسب واصحاب مال، تكسب يعني بصعوبة يعاني هنا نهم شنو احتج يعني بصعوبة، يعني كانما هناك شخص قوي خصم قوي انا بصعوبة لازم القي اليه حجتي وافحمه في حججه هذا المعنى ايضا يكون مت... تاما المعنى الرابع يقولون مطاوعة باب الثلاثي يقول غممته هسه هذا المعنى يمكن واحد يفكر انه يمكن يعني اعطيته الحجه مثل ما تفضل الاخ فاحتج يمكن هذا المعنى لا يكون مناسبا لبحث الاحتجاج لانه مو كل هذه المعاني تنطبق على كل المواد وانما بعضها قد تنطبق اذا هذا الاحتجاج في معناه اللغوي اخر نقطة الجدل شنو الجدل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وجادلهم بالتي هي احسن شنو معنى الجدل؟ الجدل كما في اللغة اللدد ألد الخصام في الآية المباركة اللدد يعني الخصومة في الكلام اكو في الرواية انه إيه عن الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام السلام خاصموهم وبينوا لهم الهدى مو كل خصام سيء لا الخصام يعني هو الجدل وبينوا لهم الهدى الذي انتم عليه وبينوا لهم ضلالهم تبين حقك وتبين الى شنو ضلاله في الصحاح جدلت الحبلة يعني فتلته فتلا محكما كانما المتخاصمان واحد يفتر حول الثاني ويريد ان يدلي بحجته ويفحمه في امره هذا بالنسبه الى بعض المقدمات اما ناتي الى الكتاب بعد المقدمة وذكرنا أنه يقول في جزء من المقدمة أن الغرض ثم أن الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب ما الذي دعاني؟ عدول جماعة من الأصحاب عن طريق الحجاج جدة يقول المحاجة هذه أمر باطلة وعن سبيل الجدال وإن كان حقا وقولهم أن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم افضل الصلاة وازكى السلام لم يجادلوا قط ولا استعملوه ولا للشيعة فيه اجازة الائمة ما جادلوا ولم يجيزوا الشيعة في ذلك بل نهوهم عنه وعابوه يعني عابوا الجدل ونهوا الشيعة عن الجدل هذا ما ذكره الائمة نهى من الامام نهى من؟ من لا يتمكن اما لضعف علمه او لضعف فنه هذا الذي نهاه مو الكل شوقوا يقول فرأيت عمل كتاب يحتوي على ذكر جمل من محاوراتهم في الفروع والأصول مع أهل الخلافة وذوي الفضول قد جادلوا فيها بالحق من الكلام وبلغوا غاية كل مرام طيب فسنأتي إلى الفصل الأول في ذكر طرف مما أمر الله في كتابه من الحجاج والجدال بالتي هي أحسن وفضل أهله قال الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا لنبيه صلى الله عليه واله وجادلهم بالتي هي احسن وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن احنا سابقا ذكرنا يعني يمكن ان ما يكون مصداق للحكمه البرهان اللي يذكره هو الحكمه يعني احكام الشيء وضع الشيء في موضعه هذا معنى الحكمه وما كفت بيان من الروايات عن في هذه الآية بالخصوص المقصود بالحكمة، فكل أمر مستحكم كله يقولون أحكم الشيء، الحكمة نفس المادة من أحكم الشيء يعني شنو؟ يعني جعله محكماً متقناً، فالقاطع ما يجعل الشيء محكماً، البرهان هم يمكن يكون من مصادق جعل الشيء محكمه مو كان تفسير للحكمه انه البرهان اللي ذكرناه البارحه يعني لا يصير هذا القلب وانما الحكمه الموعظه الحسنه يعني ما يؤثر ذكر البعض ان المقصود طبعا بالحكمه الطبرسي في التفسير ابي ابو علي الطبرسي قال الحكمه القران ادعوا الى سبيل ربك بالقران هكذا بين البعض قالوا لا الحكمه كله امر الحكيم يعني كله امر مستحكم الموعظه الحسنه طبعا مو المقصود بالخطابه كما في الصناعات الخامس وإنما من مصادق الموعظة الحسنة الخطابة مو أنه تفسير أو تبيين الموعظة الحسنة يعني ما يوجب ابتعادهم كما يقول الشيخ الطوسي في التفسير رحمة الله عنه. ما يوجب ابتعادهم عن النار وعملهم نحو الثواب واقترابهم إلى الجنة هذا المقصود بالموعظة الحسنة الجدال هم المفسرون لهم معنى في الجدال أهل الكلام لهم معنى في الجدال الجدال المنطقي تهم معنى فإذا هذا ما كان بيان وإنما كان مصداق أو تقريب للذهن فهنا الله عز وجل يقول جادلهم بالتي هي أحسن في الآية الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هنا نفي واستثناء يدل على الحاصل إنما يكون الجدال بالتي هي أحسن غير هذا الجدال مو مقبول في الآية الثالثة ألم ترى الذي حاج إبراهيم إذن حاجة من أي باب حاجة حاجج شنو باب المفاعلة باب المفاعلة بين طرفين يعني هذا حاجة إبراهيم إبراهيم هم أيضا حاج المحاججة كانت من الطرفين الى ان نصل ان شاء الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين